السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، الجزء الخامس، تكملة الغزوات والسرايا. غزوة خيبر وقعت في السنة السابعة للهجرة في آخر شهر محرم، ذلك بعد أن رأى رسول الله التخلص من تجمعات اليهود حيث إنها تشكل خطرا على المسلمين. خرج الرسول بالفعل لتحقيق مقصده وانتهى الأمر لصالح المسلمين. غزوة مؤتة وقعت في السنة الثامنة للهجرة في جماد الأولى، وسببها غضب الرسول من مقتل الحارث بن عمير الأزدي، وقد أمر الرسول على المسلمين زيد بن حارثة، وأوصى بإمارة جعفر إن أصيب زيد، ثم بإمارة عبد الله بن رواحة بعد جعفر، وطلب منهم دعوة الناس للإسلام قبل البدء بالقتال، وانتهى القتال بانتصار المسلمين. غزوة الفتح وقعت في السنة الثامنة للهجرة من شهر رمضان، وهي ذاتها فتح مكة، وتمثل سبب الفتح في اعتداء بني بكر على بني خزاعة وقتل عدد منهم. وقد تجهز رسول الله ومن معه للسير إلى مكة، وأسلم حينها أبو سفيان، ومنح رسول الله الأمان لمن يدخل بيته تقديرا لمكانته، ودخل الرسول مكة مكبرا شاكرا الله على الفتح المبين، وطاف بالكعبة المشرفة وحطم الأصنام وصلى ركعتين عند الكعبة وعفى عن قريش. غزوة حنين وقعت في السنة الثامنة للهجرة في اليوم العاشر من شهر شوال، وسببها يكمن في اعتقاد أشراف قبيلتي هوازن وثقيف بقتال الرسول لهم بعد فتح مكة، فقرروا مبادرته بالقتال وتوجهوا لذلك، وخرج إليهم رسول الله وكل من أسلم معه إلى أن وصلوا وادي حنين، وكان النصر في بداية القتال لهوازن وثقيف، ثم تحول للمسلمين بعد ثبات رسول الله ومن معه. غزوة تبوك وقعت في السنة التاسعة للهجرة من شهر رجب، بسبب رغبة الروم بالقضاء على الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وخرج المسلمون إلى القتال وأقاموا في منطقة تبوك ما يقارب 20 ليلة، ورجعوا دون قتال. مكاتبة الملوك والأمراء أرسل رسول الله عددا من أصحاب رسلا لدعوة الملوك والأمراء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فمن الملوك من أسلم ومنهم من بقى على دينه، ويذكر من تلك الدعوات عمرو بن أمية الدمري إلى النجاشي ملك الحبشة، حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك مصر، عبد الله بن حذافة السامي إلى كسري ملك فارس، ضحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين، صليط بن عمرو العامري إلى عوزة بن علي صاحب اليمامة. شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، عمرو بن العاص إلى ملك عمان جيفر وأخيه. الوفود قدم أكثر من 70 وفدا من القبائل بعد فتح مكة إلى رسول الله يعلنون إسلامهم، يذكر منهم وفد عبد القيس، وقد توافدوا مرتين، الأولى في السنة الخامسة من الهجرة والثانية في عام الوفود. وفد دوس استوافدوا في مطلع السنة السابعة للهجرة حين كان رسول الله في خيبر. فروة بن عمرو الجذامي في السنة الثامنة للهجرة، وفد صداء في السنة الثامنة للهجرة، كعب بن زهير بن أبي سلمة، وفد عذرة في شهر صفر من السنة التاسعة للهجرة، وفد ثقيف في شهر رمضان من السنة التاسعة للهجرة. كما أرسل رسول الله خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب
في نجران يدعوهم إلى الإسلام 3 أيام، ودخل عدد منهم الإسلام. وشرع خالد في تعليمهم أمور الدين وتعاليم الإسلام، وقد أرسل رسول الله أبو موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع. حجة الوداع أبدى رسول الله رغبته بالحج وأظهر نيته في ذلك، وترك المدينة مؤمرا عليها أبا دجانة وصار نحو البيت العتيق، وألقى خطبة عرفت فيما بعد بخطبة الوداع، ومن مضمونها التحذير من الربا وضرورة التمسك بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. البيت النبوي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به في أخلاقه النبيلة والكريمة وتعاملاته السامية مع زوجته وأبنائه وأصحابه، وبذلك استطاع صلى الله عليه وسلم غرز المبادئ والقيم في النفوس. وقد سن الله في الكون التزاوج بين الذكر والأنثى، وجعل العلاقة بينهما قائمة على المودة والرحمة والسكينة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وطبق الرسول المعاني الواردة في الآية السابقة، وأوصى أصحابه بالنساء، وحث غيره على رعاية حقوقهن ومعاملتهن معاملة حسنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي زوجاته ويخفف من أحزانهن ويقدر مشاعرهن ولا يستهزئ منهن ويمدحهن ويثني عليهن، كما كان يساعدهن في أعمال المنزل ويأكل معهن من إناء واحد ويخرج معهن للتنزه لزيادة أواصر المحبة والمودة. وكان النبي قد تزوج من 11 زوجة وهن خديجة بنت خويلد، وهي أول زوجة للنبي ولم يجمع معها غيرها من الزوجات، وأنجب منها كل أبنائه وبناته إلا ابنة إبراهيم الذي ولد من ماريا القبطية التي كانت ملك يمين عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان القاسم أول مولود للرسول وكني به، ثم رزق بزينب فأم كلثوم ففاطمة، وأخيرا بعبد الله الذي لقب بالطيب الطاهر. سودة بنت زمعة، وهي ثاني زوجته، ومن وهبت يومها لعائشة حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتمنت عائشة أن تكون مثلها وعلى هديها، وتوفيت سودة في زمن عمر بن الخطاب. عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت أحب أزواج النبي إلى قلبه بعد خديجة، وكان الصحابة يعدونها مرجعا حيث كانت من أفقه الناس في علوم الشريعة، ومن أفضلها أن الوحي نزل على رسول الله وهو في حجره. حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها رسول الله في السنة 3 للهجرة، وقد احتفظت بالمصحف حين جمع. زينب بنت خزيمة، لقبت بأم المساكين لشدة حرصها على إطعامهم وقضاء حوائجهم. أم سلمة هند بنت أبي أمية، تزوجها رسول الله بعد وفاة زوجها أبي سلمة، وقد دعا لها وأخبر أنها من أهل الجنة. زينب بنت جحش، تزوجها الرسول بأمر من الله، وهي أول زوجة كانت وفاتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوارية بنت الحارث، تزوجها رسول الله بعد وقوعها أسيرة في غزوة بني المصطلق، وكان اسمها برة فسماها الرسول جويرية، وتوفيت في السنة 50 للهجرة. صفية بنت حي بن أخطب،
تزوج رسول الله بمهر عتقها بعد غزوة خيبر. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هي الزوجة الأقرب لرسول الله نسبا بجدهما عبد مناف. ميمونة بنت الحارث وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. انتظروا قريبا الجزء السادس من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك دوحة علت في النسب لأشرف الخلق وأزكى العرب لأشرف الخلق وأزكى العرب قد جاءنا من أصله العدناني بالدين والأخلاق والقرآن محمد أبوه عبد الله سيرته تطيب في الأفواه سيرته تطيب في الأفواه سيرته تطيب في الأفواه وجده المشهور عبد المطلب إليه أمجاد الكرام تنتسب يليه هاشم مجيب الضيف من سن رحلة الشتاء والصيف كل حين وجاء في الصحيح حتى نعلمه كيف اصطفاه ربه وكرمه واختاره مشرفا مكانه من هاشم قريش مع كنانة من نسل إسماعيل شاء الله ميراث إبراهيم قد أتاه صرتم بذاك إخوة في الدين صلى عليه الله كل حين صلى عليه الله كل حين صلى عليه الله كل حين صلى عليه الله كل حين.